شايف نسبة المشاركة في الانتخابات قد ايه؟ لا هي عشان نسبة كويسة جدا، كويسة يعني، في ده اقبال عليها كتير. فكرة انا كنت في الانتخابات ومعايا توكيل عام، والنسبة بسم الله ما شاء الله يعني النهاردة ممكن تقدر بحوالي 12-13 مليون للخروج النهاردة، والنهاردة كان حر يعني، النهاردة ساعة الظهرية دي بأمانة لو وقفت حضرتك كده بس قدام المدارس وكده بالذات في الجيزة في بولاق الدكرور، يمكن هم عملوا تندات وفي حتة تانية، لكن حضرتك في بولاق عند المدارس هنا كان جو حر جدا وصعب جدا. لا معقولة كويسة. مصر كلها في الانتخابات كبيرة جدا، مصر كلها نازلة النهاردة، النهاردة مسمينه فرح مصر النهاردة. والله شايفها مثلا حوالي 25% مثلا. نسبة كبيرة بس أنا مقاطع عامة يعني هتبقى نسبة 95-99% سيسي. ملايين بالنسبة الشعب كله، من اللي أنا شفته وأنا واقف في الشارع الشعب كله. نسبة كويسة معقولة يعني، عالية طبعا إن شاء الله. 10% إن شاء الله. 90% سيسي. الشعب كله بيحب السيسي، راجل نجد البلد من حكم الاخوان والحمد لله ربنا نجانا اللي بعت لنا واحد زي ده. شايف ايه اكتر فئه من الفئات المجتمعيه مشاركه؟ اكتر فئه يعني الناس اللي هم الحزب الوطني. هو التنوع المرأة بصراحه، واللي كان عندنا مدرسه اسمها حمزه بن عبد المطلب بصراحه الستات يعني لو انت بصيت عليهم كده تفرح يعني بامانه مش مبالغه، يعني المدرسة دي تقريبا الخروج فيها النهاردة من 30-40% مستريح قوي، فيها حوالي 36,000 صوت. فالمرأة كانت كويسة وكانت حاجة تفرح يعني، اللي تسلم الأيادي واللي بيغني تحيا مصر يعني حاجة تحس انك انت رايح عرس او فرح، انك انت بتحتفل بفرح مش انتخابات. الستات اكتر ما شاء الله عليهم، ما شاء الله عليهم. هو في النساء بعد كده الناس الكبار اللي هم الستات برضه، بعد كده بقى الرجال في الاخر. والله كل الشعب الحمد لله، وناس واصبروا على الناس لسه في النهارده اخر النهار في بكره. كل فئات الشعب بستاتها برجالتها بكل كل فئات الشعب، كل الفئات فلاحين بعمال بكل الناس نازله النهارده. النسبه العمريه اللي هي الاغلبيه الصامته اللي هي طلعت ساعه يوم 30 يوليو. المراه ماليه الشارع يعني، المرأة هي أكتر حاجة نزلت النهاردة. جميع فئات الشعب يعني، بس الستات أكتر متهيألي، المرأة أكتر، إنما الرجالة برضو بس متهيألي الستات أكبر مشاركة يعني. مش عارف الستات بقى السيسي قدر ياخد أصواتهم بكثافة يعني. والله كله احنا دلوقتي وحدة وطنية، كله مفيش كله بيشجع سيسي، كان لو المولود دلوقتي اتولد هيشجع سيسي. لا المرأة، لا النساء الحريم. يعني اقبالهم اكتر لان هم يعني ايه نسبة يعني مش مشغولين بالعمل زي مثلا الناس بتروح، الرجالة مثلا بتيجي من الشغل متأخرة فبتروح بالليل.